رؤساء الجماعات وممثلي القطاع المهني، واخا القطاع المهني كنا كنتشاركوا معهم هذا في مجال في القطاع ديالهم، ولهذا اعتذر على هذا التاخير. وكنتاسفوا كما قالوا الاخوان على 6 سنوات اللي مشاو للاقليم ديالنا في هذا المجال ديال التنميه وفي المجال ديال السياحه. هذا مؤسف، والمؤسف الكبير كاع هو ما عارفينش علاش. كرئيس سابق ديال المجلس كنهنيو هذا المجلس الجديد، هذا المكتب الجديد ان شاء الله، في هذا الاجتماع اللي كانت المصادقه سواء على التقرير الادبي والمالي تقريبا بالاجماع. والحمد لله المجلس الاقليمي للسياحه عنده مشاريع كبيره، ولكن قله التمويل اللي كانت في هذه السنوات الفارطه هي اللي لقات شويه واحد بعض المشاريع اللي ما داروش. ونحن بصفتنا رئيس سابق نهني المجلس رئيس والمكتب الجديد ديال المجلس الاقليمي للسياحه، ونحن على كامل الاستعداد نازور ونقفوا معاه في جميع الاطوار ديالو للمساعده ديالنا ان شاء الله. حنا موجودين ان شاء الله باذن الله. لي شرف علينا نحضر في الجامع العام ديال تجديد المجلس الاقليمي للسياحه اللي كان مده هذه ما تم التجميد ديال هذا المجلس لظروف معينه، ولكن الحمد لله تم انتخاب اليوم الرئيس ديال المجلس والمكتب التنفيذي والاداري باجماع جميع الحضور او الاعضاء. فالحمد لله هذه نعتبرها واحد النقطه جد مهمه في المسار ديال التنموي ديال اقليم شتوكا اتباها، وخاصه في المجال السياحي. كما كتعرفوا ان الاقليم الحمد لله معروف بالمؤهلات ديالو السياحيه سواء على المنطقه الجبليه او المنطقه الساحليه، ونستغلوا هذا الفرص اللي كاينين الان في المجال السياحي على مستوى الوطني او الجهوي. فكذلك كنتمنى النجاح لهذا المكتب الجديد والرئيس، ونحن كمجلس اقليمي لشتوكا اتباها منخرطين في هذا ان شاء الله المجال التنموي السياحي. اليوم تنعقد الجمع العام العادي ديال المجلس الاقليمي للسياحه، وداز في واحد الجو ديال الصراحه ونقاش، وتصادق على التقريرين الادبي والمالي، وتنتخب المكتب اللي شرفونا بتحمل هذه المسؤوليه الثلاث سنوات الجايه بالنسبه للسياحه في شتوكا ايتباها. بهذه المناسبه تنشكروا جميع اللي قاموا اللي هما سهروا باش ينجح هذا اللقاء هذا، على راسهم سيد عام الاقليم ديال شتوكا ايتباها والسلطات المحليه الحاضره والمنتخبين والمهنيين والصحافه الوطنيه والمحليه اللي واكبت هذا اللقاء هذا. ونتمنوا من الله يوفقنا ويوفق الجميع. اليوم نعقد الجمع العام للمجلس الاقليمي للسياحه في بيبرا، ونظرا لان لمده 6 سنوات ما تعقد، والاخوان تدخل اخوان رؤساء الجامعات والحلفيين بغاو يخرجوا هذا المشروع ديال السياحه القرويه للوجود. لهذا اجتمع الجميع وكاين اجماع على المكتب، تم انتخاب المكتب وتشرفت برئاسه انتخاب ديال هذا المكتب. كاين اجماع رغم المناقشات الثنائيه اللي كاينه بين بعض اعضاء المجلس الاداري، ولكن الحمد لله توفقنا باش يكون اجماع على هذا المكتب الاداري والمكتب المسير للجمعيه، واللي كنتمناو لهم التوفيق والنجاح. وهذا الشيء اللي ضاع من الزمن ومن المال راه ماشي شي حاجه قليله، لهذا كنطلبوا باش يكون برنامج عمل والخدمه ويكون التوحيد ديال الجهود ديال الجميع. الجمع العام مر في اجواء عاديه كان فيها نقاش، ولكن بعدها تم استكمال اشغال مصادقه على التقرير الادبي والمالي وانتخاب المكتب الاداري المجلس الاداري، ومن بعدها تم انتخاب المكتب رئيس المجلس والمكتب التنفيذي اللي تشرفت بعضويه ديالو. ونتمنى ان نكون موفقين في مساهمه في تنميه السياحه بالاقليم وتنميتها، ونساهم كذلك في زياده نقط السياحيه باقليم شتوكا اتباها، لان شتوكا اتباها تتوفر على مؤهلات سياحيه جبليه وبحر وشريط ساحلي مهم، اذا خصها عمل كبير لتنميه السياحه بالاقليم.